فانا بتمنى لكم التوفيق، وبقول انها فتره قد تكون صعبه، لكن لازم تعرفوا ان كل الايام بتمر، وبكره تفتكروا في يوم من الايام وافتكروا كلمتي ديت، ان هيجي يوم وانتوا واقفين في نفس المكان ده ان شاء الله بعد فتره مش كبيره قوي، وانتوا بتتخرجوا من هنا. اللي انا عايز اقوله ان هي الدنيا كده، الدنيا هي عمل وصبر، ثم النتائج بعد كده بتتحقق ان شاء الله. اتمنى لكم التوفيق، خلي بالكم من نفسكم، استفيدوا من الوقت اللي انتم موجودين فيه، ما تضيعوش ابدا فرصه للتعلم والفهم، دايما تحترموا انفسكم وتحترموا زملائكم، ولازم تعرفوا ان القيم اللي احنا بندرسها هنا هي قيم راقيه جدا وقيم ساميه جدا، قيم الشرف والاحترام والانضباط والالتزام والتضحيه ونكران الذات، قيم جميله قوي قوي ان الانسان يعني يبقى يتبناها ويتعامل بيها مع نفسه ومع الآخرين. طبعا أنا عارف أن أنتم بتتابعوا الأحداث وكده، لكن خليني أقول لكم يعني هبدأ كده بالأحداث اللي خاصة بالقوات المسلحة والدولة برضو، وأقول لكم أن القوات المسلحة بفضل الله سبحانه وتعالى بالتعاون مع الشرطة المدنية إن شاء الله والحمد لله حققت نجاح كبير قوي في تأمين الدولة المصرية بما فيها المنطقة اللي كانت زي ما احنا كنا بنتكلم عليها دايما، وقعدنا تقريبا 9 سنوات نبذل فيها تضحيات كبيرة جدا من أبنائنا من الضباط وضباط الصف والجنود وحتى المدنيين، شهداء سقطوا، وده دورنا كحماة للدولة المصرية وحماة للشعب المصري. فالحمد لله رب العالمين، زي ما بقول كده احنا حققنا نجاح كبير قوي قوي، ومش عايز اقول ان احنا قريبا بفضل الله سبحانه وتعالى نعلن ان الموجة اللي قابلتها مصر خلال 10 سنين الاخرانيين دول ان شاء الله تم الانتهاء منها والسيطرة عليها. انا ما ذكرتش ده قبل كده في اي حديث، الكلام ده يعني بيتحقق بالتدريج، بقالنا سنوات كل مرة بنحقق نجاح في نجاح في نجاح، وده زي ما بقول لكم ان اوعى تفتكر ان النجاح بيجي بدون عمل وبدون صبر وبدون تضحية، أبدا مفيش حاجة كده. الوجود اللي ربنا أوجدنا فيه أوجدنا للعمل والكد. فعلى خلال السنوات اللي أنا بقول عليها ديت اللي فاتت، قدمت الدولة المصرية من خلال أبنائها اللي هم الضباط وضباط الصف والجنود من الجيش والشرطة وكمان من المدينة زي ما قلت، تضحيات كبيرة جدا، سواء شهداء ومصابين، سواء تكلفة مالية كلفتها الدولة المصرية لم نذكرها من قبل. فأنا يعني بهني القوات المسلحة والشرطة وبهني الدولة المصرية كلها، وبهنيكم أنتوا كمان بأن الحمد لله رب العالمين إحنا حققنا إنجاز كبير أوي أوي في هذا المجال.